فرحة مرض قلبي وانا خايف الدنيا تعيد قل احكي ولا اخبي ولا وصف الكل سعيد افلح من الدنيا املي ولا بلاب انت حناشة تاني اول مرة اول فرحة يا عم قبلك بنحية لا انت مش قلت لك اقف في يمك دي اللي جابك في يمك اللي هنا ها انت عجوت لسه وتقعد تقول لي يحيى كل شويه اقف في يمك الثانيه حاضر بدل انت خلي عندك شويه ذكاوه يعني يعني انت تشوفني تبحلق في عينيا او ما بحلق في عينيا تعرف اني حارب الزين تروح جاي يمك الثانيه على طول صح قول له ليه؟ صح. يعني بحلق كده؟ اهو انا عارف فين دلوقتي؟ هترمي هنا لا بص شفت بقى انت الغبي يا تخلص يا انت هتقعد تقطعني بالطماطم طول اليوم ولا ايه؟ امسك وصلي كده امسك يا حبيبي انا بعلمك صنعه هتاكل منها الذهب يلا امسك مش كفايه دول يا لمبي يا ابني تسترجل يا مش تسترجل ايه يعني لما راح لك صباح ما عندك تسع ما اروح في الخير اللي قبلها يا لمبي انت بتبطك تاني يد ولا بتبرع فيها تاني يد؟ ما اقدرش الم ما كنتش بقول لك تحبولها تقول ما اقدرش الم ببولها برضك اوعى حسك عينك حنك اصبعك يفتح اوعى انت فكر في حاجه تانية افلح وملد يا اماني الحق يا لمبي الحق يا لمبي ابوك بيموت يا لمبي ابويا انا؟ ايوه يا لمبي ابوك بيموت ما قالنيش يد يا ابن الكذاب انت انا بقول لك اهو يا لمبي ابويا مات يا ابويا كده وفضايح في قلب المنطقة وابوك مات وابوك ما ماتش وعمل لي دربكة في قلب المنطقة ليه كده؟ انبوبة 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 طب خلاص اثبت بس انا حاجة وقاوم قاوم ونازع وبولع اوعى تموت بولع يابا ها؟ انبوبة ايه يابا ايه؟ يلا بقى عايزك تاخد نفس عليك وخش في الشدادان واحد اتنين تلاته شد يلا شد يلا هي يابا طالما بتحرق كده يبقى انت عينيك ملتهبة غاز بتشممني غاز مش احسن ما نصدره انت ولا دي بتشممني غاز مدعم عاوز هوا اكسجين اكسجين الانبوبه التانيه دي يعني اكسجين حاضر اهو متوتر انا اصل ابويا بيموت كذا مره فمش عارف انا الصح فيهم انت بتموت في شارع الهرم ولا ايه يا ايه يا بابا عد اللي بتعمله معايا ده بقى وفي الحاره والجرس دي بقى لمبي ايوه عاوز اقول لك على السر السيرك السر سر الكنز كنز ساعة ولا سخنة مش وقت هزار دلوقتي ايوه ودنك اشمعنى وده وقت تاريخ دلوقتي لا وقت رأس يابا عاوز اقول لك على سر الكنز اللي تمتلك العيلة واللي الدنيا كلها بتدور عليه ومش هتلاقي مكانه ولا بدنك بتموت ولا حاجه كل دي كلها طلع في الاشاعات كلها قول لي حدود الساعه كام عشان اخلص عندي مصلحه لو في تاخير قول لي عشان ابقى في قرش جاي سبوبه فاضل ادي ودنا يقول في
ترجمة نانسي قنقر.